بحضراتكم مرة تانية، أولى بقى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم فيها عن لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، وهنتكلم عن الشيش تحديدا وهذه الرياضة. ومعانا ضيفتنا وبطلتنا، هي من أبرز كمان نجوم اللعبة حاليا للي حققته من إنجازات خلال مشوارها من هنا. بنتكلم أول أفريقيا، أول العرب، وميداليات ذهبية وفضية كتيرة جدا. خلينا نرحب بكابتن بقى يارا الشرقاوي، بطلة الجمهورية في سلاح الشيش. يا صباح الخير عليكي. منورانا، اهلا بيك. بصي بقى يا رحنا، هنمشي معاكي من الاخر للاول. انت حاليا اللي احنا عارفينه ان انت بتستعدي لاولمبياد طوكيو، فعايزين نعرف بقى بتستعدي لها ازاي، والمشوار اللي وصلك في نهايه الامر الى ان انت تشاركي في دوره اولمبيه. هو احنا حاليا الاتحاد الدولي اخذ قرار انه هيتم تاجيل الموسم الدولي شويه علشان خاطر طبعا الكورونا وكده. فاحنا في فتره شويه يعني بنستعد للموسم الدولي اصلا علشان نستعد لطوكيو. فالتمرين عندنا يعني مش اقوى حاجه، مش اللي هو بقى تمرين مكثف وكده. بنتمرن في المنتخب مرتين في الاسبوع سلاح ومرتين فتنس مع الاعداد الذهني دكتور المنتل، ومستنيين بس ناخد يعني كونفيرميشن بالجدول الدولي اللي هو الكذا بطوله يعني اللي هنلعبها قبل طوكيو علشان نعرف المعسكرات بقى الخارجيه والداخليه وكده اللي احنا هنعملها ان شاء الله. طيب خلاص، طالما ابتدينا من الاخر للاول نخش بقى على التفاصيل. انت حصل ان اسنانك قبل كده اتكسرت صح كده، ودي ليها واقع معاكي، فخلينا نعرف منها. وانا كنت بلعب تايكوندو في الاول قبل السلاح، وكنت في تمرين التايكوندو يعني وقعت وسناني اتكسرت. ده اللي خلاكي بقى تحولي؟ لا، ما كانش يعني السبب الرئيسي يعني، بس هو كمان كانت مامتي شافت السلاح، يعني كان في نادي الشمس جنب صالة التايكوندو، وهي شافت السلاح وحسيته لعبة جديدة ومختلفة وكده فحولتني. بس الدكتور السنان بتاعك عامل شغل زي الفل. لا يعني كانت قبل ما كلها اتكسرت، وده النتيجه النهائيه. فالراجل زي الفل الحقيقه، تسلم ايده الحقيقه، عامل شغل جميل. طيب سلاح الشيش مش لعبه عاده الواحد بيشوف فيها بنوتات بيلعبوها كتير، مش كده برضه؟ يعني هي الناس فاكره ان هي لعبه عنيفه، بس هي مش لعبه عنيفه. يعني هي ممكن لو بلعب حد قوي شويه يحصل كدمه او كده بسيطه في الجسم، بس مش يعني انا بحس انه الفنون القتاليه الثانيه الالعاب اللي هي فيها ضرب وكده بتكون اصعب بكتير. بس انا كنت اقصد ان اللعبه مش شعبيه قوي عند اولياء امور كتير. دي حقيقه يعني. بس اللعبه حاليا انتشرت شويه اكتر من قبل كده، يعني هي كانت قبل كده مش منتشره خالص، بس يعني عشان بدا في ناس تحقق بقى انجازات دوليه كتير قوي، وبدا الاعلام يهتم شويه، فاللعبه بدات تبقى منتشرة أكتر يعني. طيب خلينا نعرف منك تفاصيل أكتر عن هنا قوانين اللعبة. يعني ناس كتير إحنا بنشوفها ممكن في الأفلام يعني، بس إحنا أنا عن نفسي مش فاهمة القوانين بتاعتها بالظبط، إزاي بتحتسب يعني النقاط الفوز فيها كمان. هي اللعبة ثلاث أنواع يعني، السلاح فيه سلاح شيش وسلاح سيف وسلاح سيف مبارزة. ده بيكون سيف يعني؟ السيف اللي ببارز بيه. كل نوع منهم ليه شكل للسيف وليه قوانين. أنا بلعب سلاح شيش، التارجت اريا بتاعي بيكون الجسم من قدام ومن ورا من غير الدراعات، من فوق بس. بيبقى لازم فيه برايوريتي للي بيهاجم وللي بيدافع، وبتختلف بقى. مثلا انا دلوقتي بدافع لازم اخبط سيف اللي قدامي عشان اخد البرايوريتي ده منه. هي قوانينها صعبه يعني، لازم بقى حد يمارس اللعبه وفي نفس الوقت يتفرج كتير عشان يفهم النقطه بتتحسب ازاي، خصوصا ان كل نوع ليه القوانين بتاعته، يعني مش الثلاث انواع نفس القوانين. ممكن نفهم اكتر لما ينزلوا الصور، احنا معانا صور برضو يمكن هتشرح اكتر الموضوع. طيب انا برضو عايز اتكلم معاكي على فكره الاهتمام الاعلامي. انت كنت قلتي ان لا، تعالي ناجل سؤالي لبعض الصور. الصور نزلت اهي، هو نسمع تعليقك وبعد كده نرجع للسؤال. الاريا اللي هي لونها جراي، هي دي الاريا اللي احنا بنقدر نجيب فيها اللمسه يعني. احنا لابسين يعني زي ما انا هنا، انا لابسه الحته اللي هي جراي دي كلها، كان مكان الفست يعني. الفست ده التارجت اريا بتاعي، لو جبت بره ده ما بيبقاش نقطه خالص.
لازم بقى انا يعني اجيب في التارجت اريا ده علشان تتحسب لي نقطه. اوكي، وهنا الميداليات الحلوه دي كانت ايه؟ بطوله افريقيا كنا خدنا ميداليه في الفرق، ده الفريق بتاعي في المنتخب. اوكي، انتوا ممكن تلعبوا بشكل فردي او فرقه كامله. واضح ان ده كان انتصار فردي ليك انت. أيوه. مش كده برضو؟ ده كان فين؟ دي كانت دي بطولة الجمهورية، واللي قبلها كانت بطولة الجمهورية برضو هنا في مصر. حلوة الصورة دي. ميرسي. ودي كانت في بطولة العالم في بولندا، كنت بلاعب واحدة من الصين. دي مامتك؟ شبه بعض قوي على فكرة. ده محمد حمزة لعب معايا في المنتخب وكان هنا أخد برونزية بطولة العالم للشباب. جميل، شيء مشرف. وده بابايا. يعني مصر برضو نقدر نقول محققة رانكينجز كويسة يعني في رياضة الشيش، حاجة حلوة. طبعا مشاركة في بطولات عالم وفي استعدادات أول لدورة أولمبية في طوكيو. في بطولات فعلا يا كريم مش يعني مش واخدة يمكن يعني التركيز في مصر هنا، اقول اعلاميا او جماهيريا، بالرغم ان احنا فعلا محققين رانكينجز فيها عالميا بشكل كبير جدا. دي النقطه اللي كنت عايز اسالك عليها بالتحديد، اللي نهاوان ذكرتها، فكره الاهتمام الاعلامي والتغطيات الاعلاميه والصحفيه. يمكن للالعاب الجماعيه وخصوصا كره القدم طبعا هي اللي متسيده الموقف كالعاده بطبيعه الحال، ولكن هل انت لمستي ان في تطور يعني شويه ملحوظ في مساله التغطيه الاعلاميه والقاء الضوء على الالعاب الفرديه وخصوصا لعبتك اللي انت يعني بتلعبيها وبتمارسيها؟ هو طبعا حاليا في اهتمام طبعا كبير جدا اكتر من قبل كده، سواء بقى من الصحافه او في التلفزيون او حتى على السوشيال ميديا، بقى في كذا صفحه بتدعم الالعاب الفرديه والنتائج بتاعتها. نتيجه يعني الانجازات اللي انتوا حققتوها اكيد. نتيجه الانجازات ونتيجه برضو ان شويه الميديا بتحاول ان هي تتجه اتجاه اهتمام بالعاب غير الكوره، لان لقوا ان الكوره بتاخد حيز كبير قوي، وفي العاب تانية بتعمل انجازات ممكن تبقى شبيهه للكوره او يمكن احسن شويه. فبدا يكون في اهتمام اكبر بكثير يعني، ودي حاجه طبعا تبسط اللعيبه يعني. طب قول لنا بقى كده، يعني احنا بنحب دايما نسمع من ابطالنا لما بيسافروا بره كواليس اي مباراه كانت عندك فيها نوع من، مش هقول الحاجات الحلوه، انا عايز اعرف كواليس كان فيها تحدي، كواليس كان في مشاكل وقتها، او انت كان في صعوبات بتمر بيها ورغم ده قدرتي تحققي البطوله، فعايزين نسمع. ممكن كان اول مشاركه ليا في بطوله بحر المتوسط كنت تحت 17 سنه، وكنت خسرت يعني في الانديفيدوال بتاع ال 17، بس كان عشان انا كنت عامله منتخب كمان ال 20 تحت 20 سنه، فكان عندي فرصه ان انا اشارك فيها. وكنت طبعا متوتره في الاول بقى وكده، لانه طبيعي اللي بيخسر في الايفنت بتاعه يعني بيبقى صعب يحقق في السن الاكبر منه، وكمان كانت اول مره ليا، فكنت بلعب في دور الثمانيه مع واحده من ايطاليا، وهي يعني كانت قويه قوي، كانت اقوى واحده يعتبر في البطوله. ويعني الماتش فضل ماشي لمسه بلمسه لحد ما في الاخر يعني كسبت 9-8، وساعتها خدت برونز، كانت اول ميداليه ليا دوليه غير افريقيه يعني. فبحب البطوله دي يعني عزيزه شويه. بيبقى في صعوبات شويه وبعدين يبقى في نجاح او فوز، طعم الفوز بيبقى اعتقد أيوة مختلف شويه. واكيد في حالات السفر يعني للخارج مش بس الصعوبات، برضو في جانب لطيف اكيد، فكره أيوة ان انت مسافره بره ومجموعه يعني شابات كلكم في نفس المرحله السنيه وشوبينج بقى، طبعا اكيد خربتوا الدنيا في الحاجات دي ولا ايه؟ يعني بيحصل اكيد الستات ما لهمش حل برضو. انت بس هات الكريدت كارد او الفيزا، مالكش. ربنا يبعت واحنا ندي، بس ربك يبعت. طيب عايزين برضو نتكلم معاكي على فكره ان احنا يبقى عندنا فريق متكامل، فريق ليه انجازات عالميه، زي ما عندنا رياضات معينه غير كره القدم مميزين فيها وبقى اسم مصر فيها، اسم ليه ثقله زي كره اليد زي السكواش. هل احنا ماشيين في التراك ده فيما يتعلق بمساله سلاح الشيش؟ طبعا احنا عندنا لعيبه اقويه جدا الحمد لله، يعني عندنا علاء ابو القاسم واخد ميداليه في اولمبياد لندن 2012، عندنا محمد حمزه واخد ميداليه في بطوله العالم للناشئين، عندنا محمد عامر واخد ميداليه في بطوله العالم للناشئين برضو،
وعندنا ناشئين كتير قوي دلوقتي بدأوا يحققوا حاجات كويسة. عندنا ان احنا حاليا في ثلاث فرق متأهلين للأولمبيكس خلاص شور، وفاضل فرقتين مستنيين اخر بطولة في التأهيل، لو لعبوهم وعملوا التارجت يعني هيتأهلوا، فهنبقى متأهلين بأكبر عدد من منتخب سلاح الشيش يعني او السلاح عموما للدورة دي. دي حاجة ما حصلتش قبل كده. الاتحاد ده شوية غير المنظومة يعني بتاعة اللعبة، غير السيستم زي ما بيقولوا اللي كان ماشي عليه الاتحادات اللي قبل كده، وده حصل يعني طفرة كبيرة، بس محتاجين شوية وقت يعني. احنا ما بقلناش غير 3 سنين شغالين الشغل ده، ويعني السلاح برضو لعبة محتاجة شوية وقت عشان أبدأ أعمل قاعدة وأكبر القاعدة دي وأعمل نتائج بقى دولية قوية. بس هل في نتائج دولية قوية موجودة؟ أوريدي أو في نتائج وفي ناس بتحقق مراكز عالية جدا. شخصيا واحدة منهم. طب يارا، احنا بنحب دايما برضو نسمع البيرسونال سايد اللي هو بقى الحياة الشخصية اكتر عن اي بطل معانا، ربما كمان بتكون يعني قصة نجاح كده للشباب اللي بتفرجوا علينا ويبقى حافز ليهم. ده مهم جدا ان احنا نطلع برضو برسائل من اي فقرة بنقدمها، فاحكي لنا اكتر عن حياتك الشخصية وانتي رسمة ايه لنفسك في الفترة كمان اللي جاية على الصعيد الشخصي والصعيد الرياضة. هو أنا حالياً لسه بدرس، أنا بدرس لغة وإعلام في الأكاديمية العربية. يعني إعلام زميلة يعني. خلاص بقى. يعني هو أنا يعني الفترة اللي جاية مركزة يعني أكتر في الرياضة، وفي نفس الوقت مركزة في الدراسة علشان عايزة أخلص أنا تقديري امتياز يعني، وعايزة أخلص ما شاء الله بنفس التقدير، وبعد كده بقى هبدأ أفكر شوية في الكارير يعني اللي أنا هختاره اللي أنا أكمل فيه، سواء حاجة بقى ريليتد للميديا أو يعني في يوم الأيام ممكن تبقي مذيعة مثلا، حابة ده ولا؟ يعني مش قوي، أنا بحب يعني ورا الكاميرا أكثر من قدام. في على فكرة هي فعلا هي تالنت يعني، أو هي كل واحد سبحان الله ليه مكانه. في ناس كتير جدا ما تحبش وقفة الكاميرا، تحب تبقى باك ستيج ورا يعني، بس كل توفيق. بس حلو ان انت امتياز يعني ناجحة في الرياضة جدا وفي نفس الوقت كمان في الدراسة، فدي معادلة يمكن صعبة عشان لدى البعض. بس يعني هو ممكن عشان أنا صغيرة وأنا ماما وبابا معلميني أن أنا لازم كل حاجة يكون في بينها توافق، ما ينفعش أن أنا مثلا أكون شاطرة قوي في الدراسة والرياضة أهملها. أنا بتفق مع والدك والدتك، الناجح لازم يكون ناجح في كل حاجة. صح. رجعنا بقى مرة تانية صور البطولات والإنجازات ومنصات التتويج، ده كانت أنهي بطولة؟ دي كانت بطولة أفريقيا في نيجيريا تحت 20 سنة، كنت خدت فيها ذهب. هايل، جميل. وهنا انت مين فيهم بقى؟ أنا على الشمال. انت على الشمال. محتاجة برضو رشاقة وخفة وسرعة رد فعل عالية جدا في هذه الرياضة دي. هي اللعبة يعني زي كده محتاجة كل حاجة، محتاجة تفكير يعني. ذكاء كمان. محتاجة تفكير، محتاجة لياقة. طبعا يعني حاجة جميلة جدا لما الأهالي يفرحوا ببنتهم بتحقق بطولات وإنجازات. أكيد. أكيد دافع عليهم دور أكيد مهم في حياتك ومشوارك يا طبعا يعني هم المين سابويت، يعني هم دايما سابويت جدا معايا في كل حاجة، متابعين على طول معايا، بيجوا معايا البطولات لو هي بطولات موجودة هنا. بابا دايما معايا يوديه التمرين، يجيني التمرين ويفرحهم بيكي وببطولاتك وبانجازاتك. احنا اتشرفنا بوجودك معانا النهارده وبنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله اللقاء الجاي معاكي يكون بقى بعد حصولك على ميداليه فضيه حد ادنى هنستناها منك في بطوله طوكيو او في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. مرسي جدا، نشكرك يا يارا.